السلام عليكم أصدقائي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، النهاردة أصدقائي بكل اختصار هنعرف مع بعض إزاي نعمل استرداد لكبون أو استرداد لكود معين في حالة مثلا في حد صديقك بعت لك كود معين داخل تطبيق إنك أنت تاخد نسخة بريميوم او نسخة برو غير النسخة المجانية اللي موجودة داخل التطبيق نفسه، او مثلا اشترى لك حاجة هدية داخل لعبة معينة. فطبعا هتبقى عن طريق انك انت تستخدم الكود ده لمرة واحدة، وهتقدر تحصل على القيمة اللي هو بعتها لك في الكود ده كجيفاوي او هدية. ببساطة صديق، لو انت دخلت على تطبيق معين اللي هو مثلا هتستخدمه عشان تعمل استرداد للقيمة، ويكون مثلا تطبيق الفيبي ان ده، عشان تبدأ تعمل استرداد للكود ده، للأسف هنا صديقي مش بتلاقي مكان الاسترداد داخل التطبيق نفسه. على سبيل المثال لو احنا عايزين ناخد النسخة البريميوم او البرايم، هنا على سبيل المثال ممكن نختار خطة من الخطط اللي انت شايفها دي. على سبيل المثال ممكن نختار الخطة دي وبنقط هنا، وكل اللي عليك هنا المفروض يكون موجود مكان هنا انك تضيف فيه الكود عشان تعمل استرداد. لكن لو تلاحظ هنا صديقي مش موجود مكان اضافة الكود او عمل الاسترداد علشان تقدر تاخد نسخة بريميوم داخل التطبيق ده، وده برضو بينطبق على اي لعبة او اي تطبيق عندك. فبالتالي احنا بنبدأ نخرج برا وندخل على البلاي ستور نفسه، وبتقطع على البروفايل بتاعك او الصورة الشخصية اللي هو بتاعت الحساب بتاعك، ببساطة بتقطع عليها ضغطة من فوق. عموما صديقي انت بتقطع على البروفايل وبتقطع على الدفعات والاشتراكات. هنا صديقي لو تلاحظ بيقول لك استخدام الرمز اللي هي اخر حاجة من تحت خالص، معنى كده صديقي انك انت ممكن تعمل استرداد للكود بتاعك. هنا صديقي كل اللي عليك انك تعمل لصق للرمز بتاعك او الكود بتاعك عشان تبدأ تعمل تحصيل القيمة. اللي هي ايه تحصيل القيمة؟ اللي هي مثلا خطة معينة تمام هو بعتها لك داخل اللعبة. واول ما ضغط على تحصيل القيمة لو تلاحظ كده هنا بيجيب لك ان في فترة تجريبية لاستخدام التطبيق، معنى كده ان في قيمة هتبدأ تضاف، واللي هي مثلا 3 شهور من تحت اهو عند الاشتراك في 3 شهور النسخة البريميوم. كل اللي عليك هنا انك بضغط على متابعة وهكذا، يعني مش شرط التطبيق ده، انا بدي لك مثال يعني ازاي تستخدم الكود ببساطة لو في حالة اي حد بعت لك كود استرداد بكل بساطة. هنا صديق اللي انت هتعمله انك بضغط على متابعة، اول ما ضغط على متابعة لو تلاحظ هنا خلاص تم استرداد القيمة بالفعل. حتى لو جيت تستخدم نفس الكود مرة تانية هيقول لك خلاص ان هو انت استخدمت الكود بالفعل، فبالتالي يعني مش هينفع انك انت تستخدم الكود بتاع الاسترداد مرتين. خلينا نضيف الكود مرة تانية تحصيل القيمة. لو تلاحظ بيقول لك لقد سبق لك تحصيل قيمة هذا الكود من قبل، مزيد من المعلومات، معنى كده ان الكود الواحد بتستخدمه مرة واحدة فقط عشان تبدأ تعمل استرداد للقيمة اللي مبعوثة لك عموما، يعني سواء في لعبة او تطبيق او اي شيء على الاطلاق. فببساطة صديقي دي الطريقة اللي انت تقدر من خلالها انك انت تعمل استرداد للكود بتاعك في حالة انت دخلت اللعبة او البرنامج اللي المفروض تعمل داخل استرداد ما لقيتش مكان للكود. تمام اصدقائي، اتمنى ان انا اكون قدرت افيدك في الفيديو. ما تنساش يا صديقي في النهاية انك انت تضغط على لايك للفيديو، اشترك في القناة، فعل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. اي استفسارات اكتبوها من خلال التعليقات وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.